أمصرهم أنت على أن تسميه رجل؟ لديك اعتراض؟ حبذا لو سميته اسما آخر، هناك الشبل أو المهر. وفيما احتجاجك على الجرو؟ أنا لم أستحين لقبوني كلي. أخشى أن يكره اسمه أو يتضايق منه وهو فتى إذا عيره أحد رفاقه وسخر من اسمه. لن يجرؤ أحد أن يسخر من اسمه، نحن قوم نشرف أسماءنا يا جليلة. أنا سأجعل من اسم كلي مجال فخر للعرب، والجرو سيكون اسما تتمنى لو سمته العرب من قبل. كما تشاء، أنا لن أتدخل فيما تراه مناسبا لك أو لابنك، لكنها فرصة لأن أقول لك الآن إنك تجبر العرب على ما لا عهد لهم به. حماية الصيد بل حماية المرعى. لقد سمحت لإبل أهلك أن ترعى مع إبلي. سمحت لإبل أهلي وحدهم، لكن الأمر صعب وجديد على الجميع. مع الأيام سيفهمون فكرتي ويبررون تصرفي. إنهم يظنون أنني أفعل ذلك لكي أتفرد بالأرض. ليس هذا ما أفكر فيه يا عزيزة. أنا أدرس إمكانية تحويل أراضينا إلى الزراعة، ولكن لا يمكن أن نفكر في هذا قبل أن نقبل فكرة احترام الأرض واحترام المواعيد واحترام الأيام التي يحق لنا فيها أن نرعى أو نصطاد أو حتى أن نمشي فيها. ساعتها تتحول حياتنا كلها. أترين؟ إلى أين؟ ألا ترين؟ فرسان من الأغراب يجب أن نمنعهم من استباحة أراضينا. ولكنهم كثر، انتظر هنا وأرسل من جنودك من يردعهم. لا تنسى أنك الملك. أتظنين أن كوني ملكا يجعلني أقل فروسية وشجاعة؟ هناك من ينادي لي؟ أنا أطمح وأحلم أن تكون مولاتي في حاجة إلي. بل قد يكون أخوك هو الذي في حاجة إليك، رأى رعاة فذهب لمهاجمتهم وحده. ألا يستطيع أحد أن يذكر المهلهل أنه متزوج وأن لديه بيتا وأسرة يجب أن يراه؟ هذا بينه وبين أخيه، لا أحد يتدخل بين الأخوة، ولا أنصحك بالتدخل. ممن القوم؟ نحن من بني مضر، جئنا نطلب جوارك ونرجو أن تنزلنا المنزل الذي تراه. على الرحب والسعة تنزلون خير منزل. أطال الله عمرك. الذي جاء بك؟ الجليلة قالت لي إن هناك. ليس هناك شيء، أهل وأقرباء. ولكنك حين جئتهم لم تكن تعرف أنهم كذلك. ماذا تعني؟ أنت تطلب منا أن نتقن التعامل معك كملك، وأنت أول من ينسى أنه ملك. أليس حولك من الجندي والحراس ما يغنيك عن أن تهاجم القوم بنفسك؟ لا خير في ملك لا يستطيع أن يحمي نفسه. ولا تنسى يا أخي أننا ما نزال في البادية، وما تزال الفروسية والشجاعة من صفات الملك والزعامة. ولا أظن أن هذه هي الحالة المثلى للمثول بين يدي الملك. كما قلت أنت، ما نزال في البادية. لا أرى أنكما في حالة حرب. ومن قال لك إننا في حالة حرب؟ الجليلة، وجئت تحميني؟ جئت أحمي قبيلتي. كأنك نسيت أنك تمثل الآن عز القبائل كلها. أرأيت؟ كان هناك غيرك سيحميني. أما كنت تستطيع أن تقتني فرسا يا ربيعة؟ دعك من هذا يا أبا نويرة، ولماذا أحتاج إلى الفرس؟
من أجل وقت كهذا؟ هو تظنني أخرج كل يوم إلى الصيد؟ هذه المرة خرجت معك لأرى إن كنت فعلا ستتحدى أمر كليب. ومن قال لك أنني أريد أن أتحدى أمر كليب؟ ألم يمنع الصيد؟ منعه في حماه فقط. كأنك لا تعرف أن حماه يمتد إلى حيث يسقط المطر. إنك تخرف يا جحدر، لابد أن الحر الشديد قد ذهب بعقلك. أنت لا تصدقني، ولكني سأرى ماذا يكون جوابك حين يسألك كليب عن ذلك. أنساها؟ ماذا تعني أن أنساها؟ تنساها تعني ألا تعود إلى التفكير بها. إنك تتكلم كالعجائز، وهل هذا الأمر بيدي؟ إنه الحب، الحب يا أخي، هل سمعت بالحب من قبل؟ سمعت، وأنا أعرف ما هو الحب، ولكن هل سمعت أنت بالكرامة؟ كرامة أبيك وأهلك. ولماذا ترتبط كرامتكم بأنا؟ لأن كليبا يريد أن يذلنا إذا طلبنا يد أختي لك. اسمع يا نضلة، إن كليبا يخوض لنا في كل يوم وفي كل تصرف يتصرفه، إننا لسنا من أنداله، ونحمد الله كل يوم إننا لم نسمع ما قال. وإذا طلبنا يد أختي لك فسيقولها علنا. إن قالها علنا يكون لكل حادث حديث. أتعرف ما هو الحديث إن قالها؟ سيكون رأس كليب ثمنها، فلا تدفعنا إلى حيث نقبل ذلنا أو نفتك بابن عمنا. هل هناك ما يعكر صف مولانا؟ لا لا. ما بك؟ لا شيء. أنا كان لدي ما أقوله. ما هو؟ أمن الضروري أن تظل بنات الزير مع بناتنا؟ وفيما يضيرك هذا؟ أريد أن تحس بناتي بعز خاص بهن لا يحسه أحد معهن. بنات الزير لا يقللن من عز بناتك، والبنات مسكينات. ألا تعرفين أنهن لا يرين أباهن إلا كما يرين الضيوف؟ أو يحل عطفك عليهن محل غياب الأب وإهماله؟ جليلة، لا تعكري صفونا بهذا الكلام. بنات الزير لسنا يتيمات، وحتى لو غاب عنهن الزير نهائيا فهن بناتي، ولا أريد أن أسمع هذا الحديث بعد اليوم. أنا لم أقل أن تقلل من عنايتك بهن، ولكن من حقهن على أبيهن أن يهتم بهن. الزير أخي. تظنني لا أعرف؟ أظنك تنسين أحيانا، فلننتهي من هذا الموضوع. هيا بنا نتنزه. كما تشاء. اسمع يا ياقوت، أنت تبقى مع اليمامة والبنات، فليلعبن كما يشاء، ولا تتدخل بشيء فيما لم ترى الصيادين، وأنت تعرف شغلك إذا رأيته. تعني مولاي أعرف ذلك. أعد علي الأوامر. سهمي سيصل إلى قلب الصياد قبل أن يصل سهمه إلى فريسته. وإلى أين يمتد حما كليب؟ إلى حيث يصل به الجرو. أحسنت يا ياقوت. سمع لك برود هذا الماء؟ وهل هو محمي؟ نعم. ومن حماه؟ نحن. ومن أنتم؟ وبماذا يفيدك أن تعرف من نحن؟ لكي أعرف من سأقتل على الأقل. Oh!
ماذا ستفعل الآن؟ سأعطيك أسلابهما. لكي يسألني كليب من أين لك هذا؟ وهو يعتبر أني خالفت أوامره وغزوت. لا تخشى شيئا من هذا القبيل. هل ستقول له إنك أنت الذي قاتل وقتل؟ وسلام؟ حتى ولو لم أقل له أنا لن يخطر بباله أنك أنت فعلت ذلك. اذهب وابحث عن همام بن مرة، جاء دوره للإشراف على التدريب. هيا وأنتم تابعوا معنا.